اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. الأولاد بياكلوا شاورما بره. ماما عايزة شاورما من بره. بابي وأنت جاي جيب لي معاك شاورما من بره. أنا هعلمك النهاردة تعملي شاورمة الدجاج زي ما بتاكلها بره بالظبط. الخيار المخلل في قلبيها، البطاطس المقلية، الشاورما معمولة على أصولها بالحبان والتوابل، وسندوتش شاورما واخد البصمة. إيه البصمة؟ الأولاد بيحبوا الخطوط والتفاصيل بتاعة السندوتش بعد ما بيتعمل، إخواننا المتخصصين يعني بيحطوه كده ويبقى واخد بصمة حلوة وواخد من الدهون بتاعة الشاورما. تفاصيل كده في عمل الشاورما هنشوفها مع بعض، نعملها زي سندوتشات بطريقة سهلة وبسيطة. معايا سلطة مشهورة جدا في بعض المطاعم اسمها الروس سلاط أو سلطة الخضار بالمايونيز. احنا ملناش دعوة بالمسمى العلمي بتاعها، أنا يهمني القيمة الغذائية. سلطة الخضار المشكل بالمايونيز فيها بروتين حيواني، فيها نشويات، كربوهيدرات، بسلة للسيدات الحوامل، يعني مهما اتكلم عنها كلها على بعضها كده نستفيد منها. هنعملها النهاردة بتركية لطيفة وجميلة، نشوف نعملها ازاي تبقى تاكلها أحسن من اللي موجودة بره. معانا كمان بأمانة علشان جو الحر والصيف احنا لنا موعد مع الايس كريم. الايس كريم احنا اتفقنا مع بعض ممكن نعمل كل انواع الفواكه ايس كريم. عملنا البطيخ وعملنا الكنتالوب. مطلوب مني على السوشيال ميديا اعمل ايس كريم الكيوي بالنعناع. حلو عجبني انا بقى. الكيوي فيه مزازه وفيه حامض شويه، انا مش بحب اكله، لازم احط عليه عسل. لما اكله ايس كريم بالنعناع اكيد فيه تفاصيل. السلطه بتاعت اللي بعملها دلوقتي سلطه الخضار المشكل بالمايونيز. مقاديرها على الشاشه. سلطه الخضار المشكل بالمايونيز. تفاصيلها يا عم الشيف: خيار سوري جزر مسلوق، بطاطس مسلوقه، بسله مسلوقه، بيض مسلوق، وبقدونس. حلو الكلام. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي، نعمل السلطه الحلوه دي مع بعض ازاي. ده مطلوب. الاولاد يحبوا ياكلوها بره. بطاطس، بسم الله الرحمن الرحيم، بطاطس مسلوقه بالقشره بتاعتها وبعد ما اتسلقت يا عم الشيف سبناها لما تبرد وقشرناها. جزر مسلوق، بطاطس مسلوقه، جزر مسلوق، طول ورايا بسله برضو مسلوقه. الخضار ده عشان يبقى بلونه الطبيعي ده كده، الطبيعي ان احنا نعمل فيه يا عم الشيف ونحط شويه ملح مع الماء المغلي علشان يبقى الخضار واخد لونه. حلو الكلام. ونحط شويه مايونيز. ممكن على فكره نعملها بالزبادي اذا انت حابه يعني. ادي مايونيز برضو، معلقه زبادي. تدعميها بقى ببصلايه ناعمه، فص ثوم ناعم، الله، سنه شبت صغيره طالما حطينا توم، شويه الفلفل الحلوين ده مهم جدا، فلفل اسود. تعال نغرف الطبق ده كده شياكه. سلطه شكلها لطيف وحلو، كل حاجه فيها تبقى طريه كده. كبار السن اللي هم الخير والبركه عايزين نغذيهم، مش لازم يقعدوا بقى على ورك الفرخه والحت، لا خالص كده فيها كل حاجه. السلطه دي هتاخد بيض مسلوق دلوقتي واحنا بنغرفها في طبق حلو زي ده كده، ده مهم جدا على فكره. تعالى يا عم الطبق. خلي بالك مزه السلطه ديت بيبقى شكلها حلو قوي على فكره. اللهم صل على النبي. هي شكلها اصلا يفتح النفس، الانوال البرتقاني مع الابيض، ايه الحلاوه. تسلم ايدك، اعمل لك اتنين شاورما. مايونيز زياده، حاضر هجيب لك مستردة. بتربي بره عايز مستردة؟ ما هو بقى اللي بياكلوا شاورما عليها مستردة دي اعرفوا ان هو واكل الشاورما دي بره، بره يحط عليها مستردة. حلو الكلام، زي الفل. اللهم صل على النبي. ناخد الايه، البيض ده، ده بيض مسلوق، بسم الله الرحمن الرحيم. لازم التقطيع دي كده. سلطه لوحه فنيه واحنا بنعملها.
شفت الجو ده كده؟ الاولاد يحبوا الحاجات دي على فكره. يمكن البيض المسلوق ده مش بناكله، بس مع السلطه دي يتاكل بيبقى له طعم تاني. يقابلها بقى بطاطس مسلوقه، يقابلها جزرايه، شويه بسله حلوين كده، تبقى لطيفه. هسيب البيض كده؟ لا طبعا. انت بتهزر؟ لا اكيد انت بتهزر. ايه اللي هتحطه على البيض ده بقى؟ ده سماق. شفت الجو ده؟ هو ده هو ده ده التاتش ده بتوع المدارس. السلطه دي خلاص كده خالص لوحه فنيه اهي، نقدمها بألف هنا وشفا. فين مكانها؟ زي ما انت عايز. كنترول دي لازم تتصور ونزفها الاول. ده كلام. دي السلطه معانا اهي زي الفل، ألف هنا وشفا. طيب حلقتنا النهارده طريقه بسيطه وسهله، قدرت اعمل سندوتشات شاورما الاولاد بيحبوا ياكلوها من ايدك، انت عملتها لهم في البيت بالتكنيك الحلو ده كده، مع البطاطس ومع الخيار. تفاصيل سلطه الخضار بالمايونيز لطيفه وجميله كمان للاولاد يحبوها. واللي عجبني قوي الايس كريم الكيو اللطيف اللي انا مش بحبه، بس احب قوي دايما اكله مع فروت سلطة او مع ايس كريم. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.